انت عمال تقول هل الكلام ده على التلفزيون بس ولا على التلفزيون وفي الحقيقه؟ قول الو. الو الو، عرفت مين؟ كابتن سعد. كابتن سعد سمير، لاعب النادي الاهلي ونجم مصر ونجم المنتخب. برحب بيك كابتن سعد. حبيبي عمر، ربنا يخليك، واهلا وسهلا بيك وكريم، ومنورين وحلقه جميله. يعني طبعا منور، ويعني وحشنا جدا في الملعب، وان شاء الله ترجع بالسلامه. لكن انا معايا واحد حبيبك، اول واحد سالته قلت له تحب مين يكون موجود معانا النهارده؟ قال لي سعد سمير، اول اسم قاله لي، فواضح ان العلاقه قويه جدا ما بينكم. لا ده يعني كريم اخويا الصغير، مش كلام يعني. هو طبعا احنا عارفين العلاقه ما بيننا عامله ازاي، وعارفين اللي هو الارتباط ما بيننا عامله ازاي. ويمكن يا عمر انا بتفرج على الحلقه بتاعتها من الاول طبعا، وحلقه جميله والناس كلها مبسوطه بيها، لان كريم من الناس ما بيظهرش كتير. يمكن انا كنت مصر ان هو يطلع الفتره اللي فاتت، وقلت له يعني الناس بتحبه والناس عايزه تطمن عليه والناس ياخد حقه الفتره اللي فاتت على التعب اللي تعبه، فكان لازم ياخد حقه ولازم الناس تعرفه شخصيته عن قرب. فالحمد لله الفتره اللي فاتت كانت فتره مميزه جدا بالنسبه له. يمكن كريم بس ان احنا مش العلاقه ما بيننا مش من هو في الاهلي، او هو لما كان موجود الفتره اللي فاتت في الفريق الاول لما رجع من الاعاره. يمكن انا كنت بتواصل معاه طول وهو معار، انا ما اعرفش هو قال لك ولا لا، بس كنت على طول بتكلم معاه، وحتى في الماتشات اللي بره وهو في دجله وبكلمه اقول له النهارده ماتش كويس، النهارده الاخبار تمام، الدنيا تمام، حاول اشتغل على كذا، اعمل كذا. هو قال لي ان انت خلصت عليه بعد ماتش الثوره في الجزائر، بعت له مسج قلت له الجون كويس بس انت ما كنتش كويس. لا مش خلصت عليه ولا حاجه، بس هو احنا التطييم بيبقى مختلف شويه في مصر. دايما الاهداف هي بتداري اي حاجه، سواء للفريق او سواء بشكل فردي يعني. كريم لعيب كبير يعني، كريم لعيب كبير وعنده شخصيه، وزي ما الكابتن بدر رجب قال هو فعلا لعيب اوروبي، مش لعيب عادي يعني زي اللعيبه اللي موجوده في مصر معظمها. لا هو مختلف، ديفندر مختلف، عنده رؤيه، عنده بيكمل على الجون بشكل كويس، هداف، الفينش بتاعه كويس على الجون. فعنده بيلعب، ممكن يلعب رقم 6 زي الكابتن حسام عاشور، ممكن يلعب مكانه الطبيعي رقم 8 في التسجيل في اكثر من مكان. فلا لعيب مختلف، ونادر ان انت تلاقي لعيب عنده المواصفات دي بعد لعيبه كتير، بعد حسن عبد رب وشوقي وكابتن حسام غالي وكابتن حسام عاشور، الناس اللي في نص الملعب دي اللي هي كانت علامات اللي احنا حضرناهم يعني. فهو امتداد للناس دي، يمشي على خطاهم ان شاء الله باذن الله. فالفتره اللي جايه ان شاء الله ربنا يرجعه من الاصابه ويرجع احسن من الاول. وهو كريم من الشخصيات اللي عندها تحمل مسؤوليه، بيحب النادي الاهلي على طول، كلامنا كله عن النادي الاهلي، كلامنا كله عن الفرقه، كلامنا كله عن الاخلاص في الشغل، ان احنا نضحي عشان خاطر النادي، نحاول نطلع اقصى ما عندنا. بتمنى له التوفيق ان شاء الله ويرجع احسن من الاول ان شاء الله باذن الله المكان. بتقعدوا مع بعض في الاوضه ولا مفترقين؟ لا هو بيخاف يقعد معايا في الاوضه. بيخاف ليه؟ خفت اقعد معاه ليه؟ بيتعبني في الاوضه الصراحه. بس انا عارف ان سعد مريح، سعد مش متعب، وكمان دمه خفيف، يضحكك طول الليل. لا هو سعد مشكله سعد في الاوضه ما بيبقاش كده، ما بيضحكش بقى، تلاقي مكشر. ماتش هنعمل ايه؟ طب هنتمرن، طب تعالى نخش الجيم، طب تعالى ناقي. يعني هو يعني شخصيه سعد اللي قدام الناس زي ما كنت بقول لك يا عمر مختلفه خالص عن شخصيه سعد اللي معانا. بيضحك ويهزر، بس هو عنده حته حلوه جدا، بيعرف يفرق بين الجد والهزار. ممكن بتلاقيه بيهزر في اوقات، لكن في اوقات تاني هو حياته كلها التمرين والماتشات. طب احنا ايه نعمل ايه هنا؟ طب الفرقه انا شايف ان احنا ممكن نعمل كده، نكلم حد في الفرقه، نكلم لعيبه. يعني هو سعد معظم يومه بيضيعه مش مع نفسه، بيعمل شغله طبعا، لكن طول اليوم تلاقيه بيكلم كريم وبيكلم محمد ولازم تتمرن ولازم تدوس على نفسك، مش احنا بس كاشخاص، لا ده بيكلم الفرقه كلها. فده دور انا بشوف سعد من اللعيبه الكبيره الموجوده في الفرقه، مش سنا ولا اي حاجه من الحاجات اتقال، لكن بشخصيته، بتاريخه اللي عمله جوه النادي الاهلي، بطريقه لعبه، كل الحاجات دي طبعا مخلياه بيفرض نفسه على الناس كلها، على كل المدربين اللي بيجوا على النادي الاهلي بيفرض نفسه ان هو يبقى موجود، بيفرض نفسه ويبقى موجود من كبار الفرقه، حتى لو هو مش كابتن فرقه وهو مش في الكبار، لا هو فارض نفسه بشخصيته بطريقته باللي بيعمله مع اللعيبه. فده اللي حابب ان الناس كلها تعرفه عن سعد ده على المستوى. بس انا عايز اساله بقى سؤال على موقف سعد بينك وبين كريم، اكيد مواقفك الطريفه ما بينكم اكيد مواقف كتير، لكن في موقف واحد لا يمكن تنساه، واكيد كوميدي طبعا. والله في مواقف كتير، بس هو كريم من اللي هو العادي جدا يعني. كريم
وما بيهزرش كتير ما بيضحكش. بس انت انا عارف يا سعد انك من الناس اللي مش بتهزر كتير ده. انا ما اعتقدش ان هو بيضحك مع حد الا معايا انا ما بفتكرش. ما انا لسه كنت بقول لك انت عندك كمان مشكله، الناس اللي مش بتهزر انت لازم تهزر معاها، ولو ما هزرتش بالذوق هتهزر بالعافيه. اصل حاجه بس احنا شغلتنا كلها ضغوط، اللعب في النادي ده سهل خالص زي ما الناس فاكره. صح. زي ما كان بيقول لك وقت الشغل شغل، وقت ان انت بنتكلم عندنا ماتشات مهمه، عندنا شغل، عندنا تدريب، احنا بنقعد نتكلم طول اليوم مع بعض. صح. تقريبا عنده ميزه كويسه جدا ان هو بيسمع. طلعنا الفريق الاول ما فكرش فيه مره رديت على الكابتن وائل جمعه ولا على الكابتن ابو تريكه ولا على الكابتن محمد بركات ولا على الكابتن محمد شوقي ولا على الكابتن احمد حسن ولا على الكابتن سعد معوض ولا على الكابتن عماد متعب ولا على الكابتن احمد قصدي. تمام. لازم نسمع، لازم الناس الكبيره دي بنسمع منها، بنتعلم منهم، بيوجهونا، لان في الاول وفي الاخر انت بتلعب في كيان كبير جدا جدا جدا، وجمهور النادي الاهلي انا دايما بقوله، كنت بتكلم مع كريم يمكن بيوصل لك رساله طبعا انت واخد بالك. كمل. بقول له بيوصل لك رساله خلي بالك. لا 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 ده انا بقول لك دي ميزه في كريم. طبعا انا عارف انا بهزر. هي مش ميزه في ناس ثانيه كتير، ان اللعيبه بقت قليل قوي اللي بيسمع دلوقتي، قليل دايما اللعيب عايز يتناقش، دايما اللعيب شايف نفسه صح. يا عم طب اسمع الله يديك، ممكن يعني توصل لحاجه كويسه احسن من كده. عشان كده اللي بيوصلوا لمراحل كبيره في اللعب والنجوميه قليلين دلوقتي، لكن كريم في الميزه دي. في نفس الوقت الفتره اللي كان عليه نقد فيها والناس بتنتقده، احنا انا واحد من الناس كنت شايف غير كده، وانا واحد من الناس يعني يمكن كريم قال لك من اكثر الناس اللي كنت معاه الفتره دي على طول، لان احنا مؤمنين بقدراته ومؤمنين بامكانياته الفنيه والشخصيه. يمكن الكابتن حسام البدري كان حاطط ثقته فيه، والكابتن حسام البدري كان عنده رؤيه ان كريم هيبقى حاجه، وكان فعلا الكابتن حسام البدري وجهه نظر صح، وكريم الناس عرفته بعد كده لما خد ظروف كويسه وظروف احسن عرفت شخصيته. لكن النقطه اللي انا بتكلم فيها كنت دايما اقول له لازم نتقبل زي ما الناس بترفعنا سبع سما والناس بتشيد بينا بشكل كبير جدا، لازم نتقبل وقت النقد ان الناس تنتقدنا والناس اوقات بتقسو علينا، لكن في الاول وفي الاخر ممكن يكون الناس بتقسو علينا او بتنتقدنا من حبها من حبهم لينا مثلا. طب كابتن سعد عشان انا عايز اسالك سؤال مهم جدا خاص بيك، عايزين نطمن كل جمهور النادي الاهلي على عوده سعد سمير هتكون امتى واخر اخبار عن اصابتك؟ والله الحمد لله انا ماشي في البرنامج بشكل كويس جدا، والنهارده يعني كان عندنا برضه كشف طبي انا وكريم ومحمد محمود، الحمد لله الامور ماشيه كويس. ممكن في خلال ان شاء الله ثلاث اسابيع ابتدي اكون متواجد في التدريب ان شاء الله باذن الله. كابتن سعد بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، واحد من اهم اللعيبه اللي موجوده في مصر وفي النادي الاهلي، وان شاء الله ترجع بألف مليون سلامه انت ومحمد محمود وكريم ندفت. تعالى كريم نرجع لك عشان